بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. أيها الحفل الكريم، متابعين الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير في مهرجان سمحة الخير وسمحة الذهب والإنجازات. ينطلق هذا الشوط على بركة الله وتوفيقه، شوطنا الخامس الذي يحمل في طياته الابكار اللي جاية في هذه الفترة المسائية. وأتابع مع حضراتكم مقدمة الشوط، من تتقدم مع المركز الأول. وانطلقت هنا بشعر سالم باللويه بالزفنه العفاري، يتقدم مع المركز الأول ويقدم لنا شعاره، بينما المركز الثاني اللي في المركز الثاني في هذه اللحظات تتقدم اشتهار مع المركز الاول ويقدم اشتهار في هذه اللحظات. صوايح بن مطر بن حمد الخيلي، ما دام ذكر صوايح بعود للي في المركز الاول واتعرف على اسمها اللي هي رودينا. رودينا مع المركز الاول، او رودينا اللي تسيطر في المركز الاول، اللي مع المركز الاول. الحبس يقول لاعب، وين اللاعب؟ بينما اللي في المركز الثالث راح يكون قبل الهجن، اللي في المركز الثالث اللي قادمه في هذه اللحظات انهار ومحمد بن سالم بن عبيد بوظفيره العامري، يتقدم مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع اللي قادمه مع المركز الرابع في هذه اللحظات وصايف، تتقدم مع المركز الرابع ويقدم لنا وصايف خليفة بن سيف بن محمد العميمي، مرحبا بك يا العميمي. بينما المركز الخامس اللي قادمه مع المركز الخامس في هذه اللحظات وتقدمت صواب وسيف بن ضاحي بن سيف الرميسي. هكذا متابعينا الكرام النداء للخمس المراكز الأولى. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول. من اللي في المقدمة؟ من في الصراع؟ من في المقدمة يتقدم وينطلق في هذه اللحظات؟ ما زالت رودينا مع مقدمة الشوط، تتقدم وتنطلق بانطلاقة الفوز وانطلاقة الناموس. يتقدم بالزفنة، وهنا المخرج أسامة الهواري يعطينا لفتة جميلة وصورة للتوقيت الزمني، ويعرض أيضا لنا الجوائز والسيارات الفخمة. يستاهل كل من شارك في مهرجان سمحة هذه الجوائز القيمة والثمينة. شكرا لمؤسسة هجن الرياسة، فهجن الرياسة وسمحة هي من جابت النواميس وأتت في الجميع ليشارك، وأنا من ضمنهم. أتيت من تبوك الورد وواجبي أن أشارك في هذا المهرجان وفي عملي. أعود إلى مقدمة الشوط، صراع الأبطال ثنائية ما بين المقدمة، ما بين رودينا. رودينا رودينا ولك ردينا يا بلويهي مع المركز الأول، يتقدم بالزفنة، ولكن اللي غيرت أنهار 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 ما تنهار ما تنهار، بل انطلقت أنهار مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. من يقدم أنهار؟ محمد بن سالم بوظفيرة العامري مع المركز الأول. المركز الثاني اللي عادت، اللي عادت وانطلقت رودينا، ردت ردت إلى مقدمة الشوط، يقدمها مع المركز الأول وانطلق مع مقدمة الشوط. الله يا سالم، يا بالويحي، يا بالزفنة، يا العفاري مع المركز الأول. بينما ايضا اللي في المركز الثالث القادمة بكل قوة وتقدمت غزوة، راشد بن مطر بن سيف الجابري مع المركز الثالث. المركز الرابع الاسم القادم، وصلت صواب، وصلت صواب تبحث عن
الصواب سيف بن ضاحي بن سيف الرميثي، ولكن المثير يشق الطريق، ينطلق المثير وتتقدم الله يا راشد بن سعيد الرميثي، يقدم اسم في مهرجان التاريخ، يقدم اسم تاريخي، يقدم شودة التي عرفت بالسيوف، ولو بقيت شودة وشاهدت ماذا فعلت سمحة، ماذا فعلت سمحة بسيف أمير دولة قطر. والمثير يشارك والبرنس يتقدم، ولكن شودة وصواب، وهذا هو عين الصواب، هذا هو عين الصواب، هذا الصواب، وإلا فلا صواب مع سيف بن ضاحي بن سيف الرميثي في شوط سمحة السيف. يا سيف يا بن ضاحي، الله يا صواب، صواب صواب، وهذا هو الصواب، وهذا سيف ومهرجان سمحة وسيف سمحة وسيف بن ضاحي، ضحى مع الناموس وروح بالفوز. تهانينا لك يا سيف يا بن ضاحي يا بن سيف يا الرميثي على فوز صواب في المركز الأول. والجواب لكل من يسأل لمن هذا المهرجان، إنه تكريم لسمحة. بينما المركز الثاني، اعطونا اللي وصلت في المركز الثاني، وصل العمدة وسجل الأرقام اللي وصلت في المركز الثاني، تحمل رقم 29. وين 29 بين هذه الأرقام؟ يتواجد وقود جار الله بن محمد بن حكيل المري، تهانينا لك البرنس. وثالثا أوصلت في شودة راشد بن سعيد الرميثي، ورابعا تحمل رقم 77 اللي في المركز الرابع أمجاد سلطان بن علي بن سلطان بلال السبوسي، وخامسا تحمل رقم 11 أنهار محمد بن سالم بوظفيرة. والتوقيت الزمني لحظة الوصول 7:36، 4:08 توقيف لصواب. تهانينا لسيف بن ضاحي بن سيف الرميثي على هذا الفوز. المركز الثاني، وصل شعار البرنس اللي هي في المركز الثاني، وتوقيت الزمن للوقود 7:39 وجزئين من الثانية. تهانينا لجار الله بن محمد بن عقيل المري. وثالث المراكز شودة أوصلت مع المركز الثالث، والمخرج أسامة الهواري له الشكر والتقدير. وأنا التوقيت الزمني لشودة 7:39، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك شودة راشد بن سعيد بن أحمد الرميثي، تهانينا للجميع والناموس.